ثانيا نحن نشكر كل من شاركنا ألمنا وحزننا على شهدائنا اليوم، لكن الملاحظة على هذا الاجتماع ثلاث ملاحظات. الأولى، أين مجلس دير الزور العسكري؟ أين قائد مجلس دير الزور العسكري؟ لماذا لم يحضر؟ أم يريد أبناء الشعيطات فقط في التحرير؟ لماذا لم يحضر هنا ويكون ممثلا على أعلى مستوى رغم أن وجهاء الموجودين قد ذهبوا إليه من كم يوم؟ ثانيا، غسان اليوسف أين هو؟ أعلى سلطة إدارية أو حكومة كما نسميها البعض في دير الزور، لماذا غير موجود الآن؟ وهو من كم يوم حضر في ذيبان وحضر أيضا في الصور، أين هو؟ ثانيا، وجهاء وشيوخ العشائر الذين لا سلطة عليهم إلا عوائلهم ودينهم، أين هم؟ مع أنه إحنا ذهبنا إلى ذيبان، من ذهب؟ أنا أتكلم مع من ذهب، من ذهب إلى ذيبان، أين من يمثلون شيوخ العقيدات؟ أين هم الآن؟ من يقوم يتكلم من أهل هفل؟ نحن نقول أن الشيخ مشايخ الشعيطات العقيدات بشكل عام هم أهل هفل، واحد يقوم يتكلم من هاي المجزرة ويشاركنا. اليوم ما أبي لا سجين ولا غير سجين. أيضاً من ذهب إلى الصور؟ أين ممثلين أهل الصور؟ مع أنه إحنا ذهبنا على التمثيل على أعلى مستوى وذهبوا وجهاؤنا. أخيرا، الله يرحم شهداؤنا، وأكرر طلب عوائل الشهداء الشعيطات جميعهم بناء بيوت لهم في أي مكان من هاي التقسيمات التي ليست لملك أحد، بناء تقسيمات ووضع بيوت لهم لكل عائلة مع راتب شهري يخصص من مجلس دير الزور المدني ويصرف من مجلس دير من مجلس سوريا الديمقراطي. وجزاكم الله خير، والله يعطيكم ألف عافية على حضوركم.